هنا التقوا، وبفائض مشاعر الفرح تعانق الآباء والأبناء والأقارب والأصدقاء مع المفرج عنها. كيف لا يفعلون ذلك والسنوات التي سقطت من حياتهم بعيدين عن بعض كانت أقسى عليهم من الحرب ذاتها. هنا وسط شارع جمال في قلب مدينة تعز، التقى الجميع إثر نجاح صفقة تبادل نفذتها وساطة محلية بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية. سجن طويل لدى ميليشيات الحوثية المتمردة، منهم من تجاوز يعني الأربعة الأعوام في السجن، ومنهم من وصل إلى العام الخامس، يعني عانوا كثير من التعذيب النفسي والمادي والمعنوي، ولكنهم بفضل الله صمدوا وصبروا، وها هم اليوم يخرجون رافعين رؤوسهم أحرارا إلى مدينتهم الأم تعز. الصفقة التي تمت في منطقة الأقروض جنوب شرقي المدينة شملت 85 مدنيا وعسكريا مقابل 50 عنصرا من عناصر الجماعة الانقلابية. الصفقة لا تبدو عادلة بحسب البعض، إذ تؤكد المعلومات أن أسرى طرف الانقلابيين ألقي القبض عليهم في جبهة القتال، بينما الطرف الآخر معظمهم مدنيون اقتادتهم الميليشيات من منازلهم ومداخل المدينة وطرقاتها إلى سجونها، ومارست بحقهم أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. بنفس الوقت تمتزج هذه المشاعر بنوع من الحزن والألم للوضع المأساوي الذي خرج به الأسرى من المدنيين، وكذلك الأسرى من الجيش الوطني. خرجوا وهم جرحى يعانون التعذيب، صحتهم النفسية مدمرة للغاية، بعكس ما خرج الأسرى الحوثيين هنا في مدينة تعز الذين كانوا في سجون الجيش الوطني. الفرق بين الجيش الوطني وبين سجون الميليشيات الحوثية هي الفرق بالتحديد بين الموت والحياة. الناشط التربوي عبد الحميد جعفر والناشط الحقوقي صامد العامري أبرز المفرج عنهم، بالإضافة إلى العشرات ممن شملتهم الصفقة، شواهد ماثلة على جرائم الميليشيات الانقلابية في اعتقال المدنيين وتعذيبهم. هان علينا السجن، هانت علينا السنوات الماضية كلها في هذه اليوم، نسينا كل الأوجاع ونسينا كل الأحزان، عدت إلى الحياة من جديد بعد ما مكثت في السجون لتقريبا 1200 ما يقارب 1300 يوم في سجون الحوثيين في الأمن القومي. نريد أن نطلق حملة على جميع المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي لفك أسرهم ولفك أسرهم من هذه الذين هم بالآلاف في سجون معتقلات الحوثي. في الوقت الذي يحتفل هؤلاء الأسرى بخروجهم، لا يزال المئات من رفاقهم يقبعون في معتقلات الانقلابيين حيث يتعرضون لأسوأ عمليات التعذيب والإذلال. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.